نعم ربما وليد، هل ربما هل تتوقعون ربما مساعدات من الجانب الأوروبي من الدول الأوروبية المجاورة من أجل إجلاء أكبر عدد من المقيمين على الأراضي الأوكرانية، وذلك في عملية لتسهيل ترحيلهم أو إجلائهم إلى بلدانهم؟ نحن بالصفة الأولى نقرأ أن الدول الأوروبية والأمريكا وكل يعني كل الأحزاب الأوروبية تندد بهذا الفعل وتتوعد بمساعدة الشعب، لكن بصفتنا كمقيمين أو طلبة نعتبر يعني عندنا كما تأشيرات لدخول المناطق الأوروبية. نحن بالصفة الأولى نناشد السلطات المحلية والسلطات الجزائرية من فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزارة الخارجية أن تتدخل في إجلاء كثير من الطلبة العالقين إن أمكن القول، أقول العالقين في تأزم هذا الوضع في أوكرانيا، لأنه لا يوجد حلول، لم نجد نحن كطلبة حلول سوى الاتصال بالسفارة، السفارة تتطلب بالنظر والانتظار، لا أحد يعلم ماذا يحدث غداً، يعني شيء مجهول. نعم.